استعادت شركة أبل أمس لفترة وجيزة مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعدما أزاحت مايكروسوفت لساعات عن الصدارة، وحقق سعر سهم أبل في وول ستريت ارتفاعا قياسيا بعد إعلان شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة عن ميزات الذكاء الاصطناعي لهاتفها آيفون خلال المؤتمر السنوي للمطورين. ولبضع ساعات أثناء تداولات الأمس فقدت مايكروسوفت المركز الأول، لكنها تمكنت من استرداده في نهاية اليوم وإن كان بفارق ضئيل جدا بلغ مليار دولار تقريباً.